متابعينا في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نهار اليوم استمرت الأجواء شديدة الحرارة خاصة في المنطقة الشرقية من المملكة، درجات الحرارة كانت في أواخر 40 درجة مئوية، بينما كانت في منتصف الأربعينيات في المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة الرياض، بينما كانت الأجواء أكثر اعتدالا في المناطق الجبلية العالية. يتوقع خلال الساعات القادمة أن تتشكل الغيوم الركامية الرعدية الموسمية في المنطقة الجنوبية الغربية. صور القمم الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار كميات من الغيوم المتوسطة والعالية في أجزاء واسعة من المملكة، هي ناتجة عن تدفق وناتج عن استمرار لتدفق الرطوبة في طبقات الجو العالية. توقع خلال الساعات القادمة أن تتشكل الغيوم الركامية مجددا في المنطقة الجنوبية الغربية، المرتفعات جازان وعسير خاصة حيث تكون هناك الفرصة واردة لهطول زخات غزيرة من الأمطار. نبقى نتحدث عن الأمطار باستعراض لهذه الخرائط لتوزيعها اعتبارا من نهار اليوم الخميس وحتى بداية الأسبوع القادم. يوم الخميس بإذن الله تستمر الأحوال الجوية الغير مستقرة فوق مرتفعات جازان ومرتفعات عسير ومنها مدينة أبها، حيث تكون الفرصة واردة لهطول زخات رعدية من الأمطار قد تترافق مع تساقط الحبات البرد وأيضا حدوث السيول وجريان الأودية. يوم الجمعة بإذن الله لا تغيير الحال الجوية، تستمر الفرصة واردة لهطول زخات رعدية من الأمطار الموسمية فوق مرتفعات جازان وعسير، قد تمتد بشكل محدود شمالا نحو مرتفعات الباحة، ويستمر الطقس مستقر وحار إلى شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم السبت بإذن الله تتسع رقعة تأثير الأمطار في المنطقة الجنوبية الغربية لتشمل أجزاء من منطقة الطائف وأيضا أجزاء الشرقية من مدينة مكة المكرمة، مع استمرار الفرصة واردة أيضا لهطول زخات رعدية من الأمطار فوق مرتفعات جازان وعسير والباحة. نذهب الآن للرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء غالبا صافية مع 32 درجة مئوية المحسوسة 30، الرطوبة مرتفعة حوالي 85%، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. أجواء شديدة الحرارة، درجة الحرارة تكون في أواسط الأربعينيات مئوية، 46 درجة مئوية كحرارة عظمى في العاصمة الرياض. الصغرى 32 نفس الحرارة، والأجواء يوم السبت تنخفض قليلا، يوم الأحد تسجل 45 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 31 درجة مئوية. ننتقل الآن وإياكم لاستعراض تفاصيل الحالة الجوية في باقي المدن السعودية ليوم الجمعة. نبدأها شمالا، سكاكا 40 إلى 29، عرعر طقس صافي 42 إلى 28، وتبوك 40 إلى 26 درجة مئوية. نذهب الآن غربا نحو المدينة المنورة، أجواء حارة 45 إلى 33، جدة 36 إلى 31، مكة المكرمة تفرق لبعض الغيوم 43 إلى 32، والطائف 35 إلى 27 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية زخات رعدية من الأمطار في أبها 30 إلى 21، زخات رعدية من الأمطار أيضا في جازان 36 إلى 31 درجة مئوية، والباحة 29 إلى 22 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام طقس حار 46 إلى 33، حفر الباطن والإحساء أجواء شديدة الحرارة، الحرارة تلامس 50 مئوية في هذه المناطق، حفر الباطن 48 إلى 32 والإحساء 48 إلى 33 درجة مئوية. نختم نشرتنا بتوقعات الجوية للمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 46 إلى 32، بريدة 45 إلى 31، وحائل 41 إلى 29 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.